السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح أو نناقش مشكلة تواجه أغلب الباحثين. أي المشكلة شنو؟ أنا اليوم أريد أدخل على السواتران، نفذت من 85 إلى 88 مثلا، تمام، وخرجت النتائج وسويت نمبر أوف يير سكيب، خرجت شهري أو سنوي، لا مشكلة، تمام. قلت له أوكي، مثلا احتاجيت هاي الفترة أنا للكالبريشن، خرجتها للكالبريشن من كذا سنة إلى كذا سنة ونفذت عليها واستخدمتها من السوات كاب وطلعت الانسرتينيتي مال الفاكتورات البرودكشن بالنسبة للمجرمنت والأوبزرفيد والسيموليتد. أوكي، رجعت أريد أسوي فاليديشن أو رجعت أريد أطلع ييرلي أو أنا كنت مطلعة ديلي، يعني أريد أغير، تمام، أغير السنوات أو أغير الأوبشن اللي أستخرج بيه الديتا أيا كان الفاريبل، واستخرجتها وكملت، قلت سوات ران، بعدين رن سوات قال لي اوكي اوبشن وخزنته. شو تسوي تريد انه مثلا هاي النتائج اللي اخرجها لك تتاكد انه تغيرها؟ تروح على ريد سوات اوتبوت. هاي دائما المشكله تواجه من قبل الجميع. اول شيء تروح على هذا الخيار، مثلا انا هسه يهمني الريتش، اذا تهمك الصب بيزن تدرس جراوند ووتر، العفو هذا الصبيزن، اذا تدرس انت ضمن مثلا الديبارتمنت، اذا عندك سنو تختارهن، تمام. هسه انا اختاريت اول اثنين، شو تسوي؟ يعني مو راسا تروح هذا وتقول له سيف، اذا سويت له سيف راح ما يخزن لك الجديد، يخزن لك القديم، فشلون تفعل الرنه الجديده اللي انت سويتها؟ تختار الاوبشنات، يعني هسه انا اليوم اريد اذا مشتغله سلمت فاختار الاوتبوت مال السلمت، مشتغله مثلا مثلا ضمن الووتر كواليتي اللي هي خاص مثلا تركيز معادن بالتربه، تركيز كذا، المهم، تمام. اختارت انا الاوبشنات اللي تهمني. ليش اخرج كل الاوبشنات وانا مثلا دراستي متركزه على الريش او على الاوت فلو؟ ليش اخرجهم كلهم؟ فما يحتاج، او تريد كلهم ازيو لايك. بعد ما تختار منها تضغط هذا الخيار اللي هو امبورتنت فايل، يعني هاي البيانات، هاي الرنه اللي سويتها حاليا اضغط لياها بالداتا بيس اللي انت راح تخرجها. اذا ما قلت له هذا الخيار راح نفس القديم، مثلا انت قبل هاي الرنه كنت مفعل رنه ومسويها، من فعلت رنه جديده ما راح ينطيك الاوبشنات نفسها، مثلا الرنه القديمه كنت مطلعها ديلي وراها سويت رنه جديده اللي هي مثلا ييرلي تحتاجها في اي اوبشن ضمن اخراج النتائج. من تقول له اوكي سيف سيموليشن سميته انوال ما يطلع لك ياهن، فشو تسوي حتى تضمن النتائج تطلع؟ تحدد الاوبشنات اللي انت تريدها، تقول له امبورتنت فايل تو داتا بيس، لاحظ بالاسفل ده يقول لك امبورتنت، يقول لك دوين ريتن فايل المن للداتا بيس مالتك، هسه خزنه، تمام، راح تلقاه خزنه. مثلا هسه انا هنا خرجت انوال، اقول له سيف لي الانوال، وين راح يسيف لك اياه؟ يسيف لك اياه وين تلقاه؟ تروح هنا ضمن السيناريو، وين السيناريو؟ هذا السيناريو تلقاه بيه. هسه انا هنا مثلا مسيفته ضمن السيناريو سميته annual of depth runoff، راح تلقاه. وين تلقى الاوبشن مالتك هذا؟ متى تضغط هنا تلقاه، هذا هنا اللي هو الاكسس، هذا الاكسس هنا، لاحظ خرج لي السنوات. راح اسوي لك رنه بسيطه ام هسه هنا مين انا مسويه من يا سنه ليا سنه، من 86 الى حد مثلا 88. لو ما منطيته هذا، لو هسه مثلا اريد ارجع للارك جي اي اس، اريد اسوي رن سوات بس ما اريد مثلا ما اريد ييرلي، اريد مونثلي او اريد ديلي، او نفس اليرلي بس ما اريد هذا، اغير السنه مثلا اريد ابلش من 2000 لل 2005، او لا اريد اغير السنه اللي يبدي بيها اللي ينتهي بيها زائد التايم ستيب اللي يمشي، تمام. وقلت له رن سوات وكمان قلت له انه سوات وخلص، قال لي سيف، ورجع رحت لهنا قلت له ريد سوات اوتبوت، وراسا قلت له سيف هاي الجديده مثلا سميتها جيجي. من اروح على السيناريو وابحث عنها بالسيناريو مثلا بكذا اسم، اجي القاها مخرج نفس النتائج القديمه. ليش؟ لان انا ما فعلت هذا الاوبشن اللي هو من رحت على الريد سوات اوتبوت، المفروض من اختار الاشياء اللي اريدها اقول له اطبع لي اياها على الرن الجديده اللي سويتها، فراح من تقول له الشكل راح ياخذ الرن الجديد اللي انت فعلته مو الرن القديم. هذا الخطا حبيت انوه بيه واسوي بيه فيديو واحده حتى ما احد يوقع بيه. اذا احد عنده سؤال او استفسار ضمن الريد
اوتبوت فايل خاص بالاصوات يقدر يراسلنا على هذا الفيديو، يترك لنا كومنت واحنا ان شاء الله نجاوبه، او يراسلنا على القناة ضمن هذا الفيديو نفسه، وان شاء الله احنا ايضا نجاوبكم. نلتقيكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.